انا الحقيقه موجود طبعا، لان انا الى جوار النادي الاهلي. هناك من يتقولون ان التواجد هو لمصلحه مجلس معين، هذا كلام فيه تضليل شديد جدا وفيه تجاوز شديد جدا. انا لا ادين لاشخاص، انا ادين للنادي الاهلي، وبالتالي وجودي النهارده ووجودي امبارح هو من اجل النادي مش من اجل اشخاص. ادي واحد. رقم اثنين، الذين وهم اساسا من ابناء النادي الاهلي، الذين يشنون حربا ضروسا لابطال جمعيه النادي الاهلي، امر غريب جدا لا يمكن لاي عقل من العقول ان هو يستسيغه. ازاي تبقى انت ابن الاهلي ولعبت للاهلي مثلا يعني، وجاي النهارده بتطالب بابطال عضويه او بابطال جمعيه النادي الاهلي؟ هؤلاء هم بقى دول الذين يتصورون انهم يخدمون على اشخاص، وتحت تصور ان التخديم على من يرومه يقتضي اسقاط المجلس الحالي او اغلاق فرصه في النجاح لو اعاد ترشيح نفسه. هذا الكلام يضر الذي يقصد التخريم عليه اكثر مما ينفعه. ليه؟ لانه بيخلق راي عام لدى اعضاء الجمعيه ولدى جمهور النادي الاهلي ان انجاح الف يقتضي مش بقى خساره به، لا، يقتضي خساره النادي الاهلي، انك انت تسقط اللائحه الخاصه بنظامه الاساسي.